يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا. يعني احنا زي ما عم نحكي العالم كله عم بتطور، وطبعا من المجالات اللي عم تتطور اكيد هو طب التجميل بشكل عام. اليوم رح نتحدث عن التقنيات جديدة في عالم التجميل، واليوم هو تجميل الجفن اللاجراحي. للحديث اكثر عن الموضوع رح يكون معنا دكتور خليل السالم، وهو استشاري طب وجراحة العيون التجميلية. يسعد صباحك دكتور. والله يسعد صباحك. يسعد صباحك دكتور، شرفنا ونورتنا. تسلم، شكرا جزيلا. يعني دكتور بالبداية نتحدث عن دواعي اللجوء لعمليات تجميل الجفن اللاجراحي، ليش الإنسان بيضطر يعملها؟ طيب أول شيء شكرا جزيلا على استضافتي. يا أهلا وسهلا. فعلا جدا كادر نشيط وجدا يقدر. هلأ بالنسبة للعمليات اللاجراحية، هي ممكن احنا نقسمها لسوفت سيرجريز، أو حتى ممكن نسميها يعني علاج بالأدوية، زي مثلا فيلر، بوتوكس، غيرها كمان في عنا ليزر هالأيام جديد. طبعا الليزر حتى بيقسم إلى، في عنا فراكشنال ليزر، وفي عنا كمان البلكسر، تمام؟ زي هذا الجهاز اللي أنا جايبه، تمام معي. طبعا البلكسر فعلا انا بعتبره ثوره، يعني بلش من 2016 فعلا موجوده في السوق، وغير كتير اشياء وسهل علينا كتير ووفر كتير على المرضى كمان في نفس الوقت. هلا بالنسبه للدواعي، يعني بالعاده بكون المريض مثلا عنده ترهل جلد خفيف، عرفت علي، حرام تقعد تدخله عمليات. صحيح. مثلا الكسره تاعت الجفن بدها تعديل، بدل ما هي مثلا هيك 8 الحزين هذا، بده عادي كسره طبيعيه زيه زي هالبشر، بتتزبط. الكسر بيعملها بشكل رائع جدا. جميل. وعنا خبره طويله صار فيه، يعني هلا صرنا تقريبا 8 سنوات. نعم. بهذا الجهاز الصغير، هذا الجهاز الصغير، نعم. هلا هم عبارة عن إبرة، ممكن زي عشان شايف. هلا هو عبارة عن إبرة، هاي الإبرة ديسبوزبل، بنغيرها كل فترة والتانية. وزي ما انت شايف في عندك الجهاز هذا عبارة عن بطارية. نعم. وبيعمل أيونيزيشن للجو. نعم. الليزر هو هو بلازما. بلازما. ومش هو بالضبط بيعمل، لازم يكون في جزء بين التيشو تاعك، او نعم. اللي هو السطح الطبقه الجلديه. نعم. مش شرط طبقه جلديه، انت لو جبت لي مثلا كلينكس وفي شويه مي بورجيك حتى كيف بيشتغل. جميل. لازم يكون في هواء، لازم يكون في نون كونتاكت، بسموه نون كونتاكت ميثود. جميل. ايوه، بتبعده شويه هيك نتفه صغيره بطريقه معينه، وهو بنزل زي الصاعقه الكهربائيه، كيف الثندر او البرق بتنزل على ال، يعني بنقدر نسوي تجربه على الهواء. الان شباب اذا حدا بيقدر يجي لنا كلينكس ومبلوله شويه، كلينكس ومبلوله كمان، ممتازين تشوفوني بدهم. فهو بيعمل ايونيزيشن للجو، تمام. الايونات هذول. نعم. بتصير زي صاعقه كهربائيه لايتنينج، بتنزل على التيشو او بتعمل المنطقه، فبتحرقها. بس الحرق مش انه بتعرف، هل انت لما تحرق اي شيء بتحول من نقول صلب، سائل، بعدين غاز، مظبوط؟ هذا الشيء الطبيعي. هذا لا، من درجة الحرارة العالية والمركزة بيعمل إشي اسمه سبليميشن. سبليميشن اللي هو التسامي، أنك أنت تحول من الصلب للغاز على طول فورا. ايوه، لقيت العمليه الوسطانيه اللي هي للسائل. بالضبط. نعم. طب دكتور، يعني احنا هلا تحدثنا عن دواعي اللجوء لتجميل الجفن، هل ممكن يكون في مشكله صحيه حتى يلجا الشخص لهي العمليه، ولا هي فقط بتكون تجميليه؟ والله بالعاده معظمه تجميل، بس لا، في طبعا في اشياء مثلا ازاله نقول شامة أو بثور، أو بثور معينة. في عنا كتير أمراض وراثية، إشي اسمه تركيو إبثيليوما، أنا بسميه علامة القبيلة، وكتبت على هذا الموضوع. هلأ بالنسبة لعلامة القبيلة، سبحان الله، هذا بكون وجهه، يعني وجههم كله مرشوم من من هاي الحبيبات. نعم. طبعا وجدا مزعج صراحة، خاصة للرأي، وشو ما يسووا صراحة ما بلاقوا نتيجة. ففعلا كان بلكسر ساعدنا كتير ان احنا بس نشيل هذه البثور، لانه جراحيا مستحيل تقعد تشيلهم كلهم. نعم. يعني ما والحلو فيه كمان انه بس حياخد اللي هي الليجن، تمام، المنطقة حتضلها فراغ، وبعدين بيجي الانسجة اللي حواليها عشان تسكر بشكل
يعني بسيط وطبيعي بدون ما يعمل كمان سكارينج وهذا نعم. مهم يعني ما بعمل ندب. نعم. طيب شد الجفون احنا مين بننصح فيها اكثر؟ يعني هذا يعني موضوع واسع صراحة، لأنه في عنا ممكن تكون أنت بتحكي هلا عن شد الجفون الجراحي صح؟ نعم. طيب هلا بالنسبة لشد الجفون الجراحي بالعادة إذا كان في عنا شوية قلت لك أنا ترهل جلدي بالعادة العضلات يعني مشاكل العضلات مشاكل الدهون الداخلية هدول ما بنفعلهم. ما لها أي سايد إفكت مثلا على العين أو مثلا من الأشعاع اللي ممكن يكون موجود؟ بتحكي عن هذا الجهاز؟ نعم. لا أبداً. بعيد نعم ما لهش علاقة إلا إذا لا سمح الله يعني الله خطأ من يعني بالغلط هو اللي جاب على العين. بس دكتور إحنا عم نحكي هلا عن اللاجراحية، في ممكن بمرحلة معينة أو بحالات معينة ما بيكون في نتيجة فعالة لهذا الجهاز ويجب إنه نلجأ إحنا للجراحي؟ طبعا. شو الحالات؟ أول شيء اللي هو هدول العضلات مشاكل الأنسجة الداخلية زي الدهون، عرفت أنا هذه على الفاضي. أنا شفت كتير للأسف ناس يعني عاملين في عيادات أخرى ما بيستفيدوا بلكسر، عرفت أنا. طبعا هذا بيعطي حتى سمعة سيئة للجهاز لأنه والله أنا عملته وما زبط. طبعا أكيد ما رح يزبط لأنه في له قدرات معينة. نعم. يعني هذا الجهاز أو أي إشي لا جراحي أنت بتسويه له قدرات معينة في سقف فأنت إذا عملك تطلب منه زيادة عن السقف هذا ما يعني ما رح يعطيك أصلا نتيجة كويسة يعني. نعم. أو يمكن تطلع بالسايد افكتس الثانية اللي هي تأثر عليك بطريقة سلبية اللي هو مثلا ممكن يعمل شوية بيجمنتيشن خاصة إحنا البشر السمراء، عرفت، ممكن تعمل شوية تصبغات أو هاي التصبغات بالعادة بتروح مع الأدوية هيك بس بتأخذ وقت. طب دكتور النتائج على جهاز البلكسر متى بتبلش تبين؟ والله بتشوفها اون تيبل، بتشوفها المريض بتشوفها عادي زيها زي الجراح. وقت العملية هاي قديش ممكن يكون؟ ما في تقريبا من 5 إلى 10 دقائق فقط. يا جميل. نعم نعم نعم. بس هي الفترة التحضير المريض تقريبا تاخذ 45 دقيقة، بنضلنا بنحط كريمات تخدير والى اخره لانه ما بنقدر بالعادي يعني بنقول 90% من الحالات ان احنا نعطيهم ابر تخدير. نعم. مؤلمة بتكون مع ابر التخدير ولا لا؟ لا فري فري يعني مايلد بين ديورينج سيرجري، وما لا ما في بين صراحه يعني ممكن شويه الام بعدها حسب المريض صراحه. انا يعني من كتر المرضى اللي اشتغلناهم يعني بنقول يمكن 1-2% اللي عندهم كتير اعراض زياده طبيعي الجسم اوفر اكشن زياده. نعم. بس لا الباقي صراحه بالعاده بكون كانت امورهم تمام. لا لا. نعم. ما في اي طيب متى الإنسان بيقدر بعد ما يعمل عملية شد الجفون يرجع لحياته الطبيعية؟ هلا بالنسبة للبلكسر أو العمليات الجراحية جدا خفضت من الريكفري بيريد صراحة يعني بتقدر الست ترجع ثالث نهار عادي على الشغل، وبالعادة بحطوا بس شوية فاونديشن والسلام. وما في مشكلة من استخدام الميك اب بعد هاي العملية؟ بالعكس احنا بنقول لهم نستخدم فاونديشن، في انواع من الفاونديشنز بحطوها على اساس بس يخبوا البثور ويخبوا الاشياء هذه. يعني هاي وصلت المي ووصل لك شو الحلاوة هاي؟ ها فاكس والله لو وديت اقعد جنبك شوي. اوكي يلا. شو رايك؟ تمام. بس احنا عشان هذا يكون تشو طبيعي بتعرف. نعم. احنا الجلد بتكون 70-80% منه مي صح؟ صحيح. ايوه والباقي اللي هم الكولاجين والتيشوز والى اخره، فاحنا ليتس ايميتيت انه ذيس از الجلد تاعنا. تمام. نعم. أين انتنينا؟ هلا اللي عماله بصير زي ما انت شايف احنا بنكبس على زر بدور عندك هون الزر الابيض معناه انه شغال وانت ما بتلمس. شفت؟ نرضها نميلها شوي عشان يلا. تبين. أين معك؟ بتحب انا اساعدك؟ ايوه. نعم. مبسوطة على الموضوع كمان. فعليا زي هيك بيطلع زي شرار صغير بالضبط. طبعا انا مش لامس there is a very small tiny area انه انت لازم اول اذا انت لمست حيطفي الجهاز. شوف كيف طفى. يعني في حال صار في خطا ولمس الجهاز على طول ما في مشكله ما بتعرض بطفي سنسور على طول. صحيح. تمام. وزي ما انت شايف الاشياء اللي هي الندب السوداء هي هذه الاشياء اللي بتظهر بالنسبه على الجلد. جميل. تمام. جدا. والحلو فيها هلا هي ايش الفكره انه احنا او يعني فكره السبليميشن او التسامي. نعم. انك انت اذا كان في عندك مي يعني مثلا صار في عندك ما تحولت من صلب ل
غاز على طول. السائل هذا درجة حرارته عالية فبده يأثر على الأنسجة اللي حواليه. بس أنت لما هيك بخرته خلص أنت بالسليم يعني. نعم. أنسجة اللي حواليه بضلها سليمة كويسة. إذا هو بالضبط التارجت أونلي المكان اللي أنت بدك إياه وهذه. نعم. الجميل فيه. طب دكتور أثار العملية على الجفن هي رح تكون فيه زي نقاط سوداء على الجفن صحيح؟ أيوة. قدي بتأخذ وقت حتى بدها 4-6 أيام تتقشر بالضبط هيك تمام. وبعدين بضل الحمار تقريبا أسبوع 10 أيام. وقلت لك أنا في الثالث رابع يوم إحنا بنقدر نغطيهم هدول بالفاونديشن. نعم. وهو صراحة الفن في بالضبط إيش اللي أنت بتسويه في يعني بتعلمه. مرت معانا كتير صراحة نقول خبرة طويلة وليرنينج كيرف صراحة مع كتير مرضى عبال ما قدرنا يعني نجيب الإشي الصح. جميل. طيب إيش الحالات اللي ممكن أنا أستدعي فيها أني أنا بعد العملية أنقل الشخص للمستشفى لا سمح الله؟ أو يعني مضاعفات ممكن بعيد الشر. اسمعيني الأشياء اللاجراحية هي اشتهرت وصارت كتير يعني موجودة لأنها سيف. نعم. صراحة آمنة منها مثلا البوتوكس الفيلر الأنواع الليزر كلهم هدول وشايف أنت المراكز حتى طبعا مين بيشتغلوها يعني. صحيح. عرفت لأنه it's an easy procedure learning curve فيها قليل و انت بتشتغل باشياء خارجيه مش اشياء داخليه بالضبط. صح. انت نوعا ما حتى بعيد عن العين. نعم. يعني اي خطا ممكن يكون او اي عارض لا سمح الله بيكون خطا طبي خلينا نسميه من نفس الشخص ان شاء الله. يعني الله لا يجيب اخطاء. الله لا يجيب اخطاء. دكتور خليل شكرا لتواجدك معنا اليوم. فعلا يعني العلم عم بتطور وخصوصا في مجال الطب عم بيسهل علينا وحتى على الدكاتره عم بيسهل هذا الموضوع. فشكرا لتواجدك معنا. يعطيك الف عافيه. شرفتنا. اهلا وسهلا فيكم. شرفتونا. نطلع تقرير زميلتنا مين؟ زميلتنا لبنى حايك. خلينا نشوف تقرير لبنى الحايك ومكملين معكم أكيد.